أهلا بكم. إن الدول تدق مسمار نعشها حين ترمي الناس بالباطل وتقتل المدنيين وتحاصر الأشقاء وتتنازل عن القدس وتقوي العلاقات مع الصهاينة. هكذا جاء بيان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين تعليقا على حوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مجلة تايم، الذي قال فيه إن جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية وإنها الخطر الأعظم الذي مر بالعالم خلال آخر 100 عام من التاريخ. ما بين حوار الأمير ورد المكتب العام عليه ثمة أسئلة كثيرة حول مغزى كلام ولي العهد وتصعيده، نتحدث عن السياق، الزمان والمكان، ولهجة التصعيد. وعيد تقرير يونس آيات ياسين. كذب وافتراء، هكذا وصف ما يعرف بالمكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلة تايم الأمريكية. يقول البيان إن ربط الإخوان المسلمين بالإرهاب محاولة خائبة من الأمير محمد بن سلمان لمنحه تذكرة الوصول إلى العرش برعاية صهيو أمريكية. المكتب العام ذكر بمشاركة الإخوان في بناء المجتمع السعودي عرفانا كما قال بالجميل وبما يقتضيه الواجب الديني والأخلاقي، متهما القيادة السعودية وفي مقدمتها ولي العهد بالتخلي عن الواجب الديني والقومي. أسباب هذا الرد القوي هو تصريحات الأمير المتطلع إلى عرش المملكة في حوار مع مجلة تايم ذائعة الصيت، قال فيه إن جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية وإنها أعظم خطر مر بالعالم خلال القرن الماضي. بهذا المنطق تحتل جماعة الإخوان المسلمين في عقيدة الأمير بن سلمان مكان الخطر النازي في ألمانيا الذي قاد العالم إلى حرب خلفت عشرات الملايين من القتلى ودمار الحضارة الغربية. الغريب هنا أن ولي العهد السعودي أكد في تصريحات سابقة أن إيران أسوأ من هتلر، فأين يضع هذا الإخوان المسلمين؟ هل هم أخطر من النازيين أم من إيران؟ محاولة رسم صورة أسطورية عن قوة الإخوان وأهدافهم من قبيل سعيهم للسيطرة على القارة الأوروبية كما قال ولي العهد السعودي يرى فيه مراقبون تضخيما مبالغا فيه، فالجماعة في أوج قوتها لم تستطع أن تمسك بزمام السلطة في مصر رغم نجاحها الانتخابي، فانقلب عليها وسجن أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر والذي كان من قادتها، كما زج بقياداتها من الصف الأول والثاني والثالث في السجون المصرية. فكيف يستقيم أن تسعى الجماعة وهي الآن في أضعف مراحلها التاريخية إلى محاولة السيطرة على أوروبا؟ سردية الأمير محمد بن سلمان التي تدفع في اتجاه التخويف من فزاعة الإخوان المسلمين الذين لا تصنفهم واشنطن كتنظيم إرهابي تبدو لمعارضيه كعزف سيمفونية يتمايل على أنغامها تيار يتقوى بشكل تدريجي داخل الإدارة الأمريكية، تيار يرى في الجماعة والإسلام بشكل عام خطرا محدقا بأمريكا داخليا وبحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. ويخشى معارضون سعوديون ودعاة إصلاحيون من أن تكون هذه التصريحات مقدمة لقبضة أمنية جديدة في السعودية تكون أشبه بمحاكم التفتيش في الأندلس أو المكارثية في الولايات المتحدة. إذا كان للمتهم رأي لا يرضي هوى الحاكم الجديد فالأدلة لا تهم والمصير معروف والتهم جاهزة، أنت إخواني. ويرى آخرون في استدعاء الإخوان المسلمين في كل ظهور إعلامي لولي العهد السعودي وتهديد الغرب بهم مقدمة للقطيعة مع حركة حماس، تمهيدا لترتيبات تمرير صفقة القرن التي يصفها معارضون سعوديون بالقربان الأخير لولي العهد في سبيله نحو العرش. العلاقات بين الإخوان المسلمين والسعوديين عاشت فترات مد وجزر، فمن التنسيق الكامل وفسح المجال العام لهم في الستينات والسبعينات حتى الثمانينات لمواجهة مشاريع مضادة في المنطقة إلى التوجس والحيطة مع الحفاظ على اللباقة في التعامل قبيل الربيع العربي وبعيدة، لأول مرة تطفو أجواء التصعيد والاستعداء والشيطنة على سطح العلاقات بين الطرفين، وكأن الإمارات المعروفة بعدائها الصريح للإخوان المسلمين هي من تتحدث. السؤال هنا، هل كل ما يصلح في الإمارات قابل للاستنبات في أرض الحرمين؟ أناقش الموضوع مع ضيفينا من اسطنبول حمزة زوبع القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري، ومن مدينة بريستول البريطانية دكتور صباح الخزاعي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور صباح، أبدأ معك. رد المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين على تصريحات محمد بن سلمان، كيف بدا لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد هذه الشعرة التي قسمت ظهر البعير كان ردا عنيفا، ويعني
كما يقولون الذين يعني يدعمون من الموقف السعودي وموقف الأمير، بأنه يعني هم يتهمون الأمير بالكذب والافتراء. وهذا الرد كما يقول معارضي الإخوان فيه كثير من الكذب والافتراء والتزوير كذلك. يعني مع الأسف وصلت الأمور إلى هذا الحد. يعني أنا برأيي أن جماعة الإخوان المسلمين يعني ليس كلهم بهذا السوء، وإنما هي كما هي حزب سياسي، هنالك بعض الجماعات التي استطاعت أن تتأقلم من واقعها في واقعها، مثل الإخوان المسلمين في الأردن، وبالمقابل هنالك بعض المنظمات الإخوانية مثل الحزب الإسلامي العراقي، وهو يعني سيء. ولكن دكتور، هل تعتقد أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان راعت هذا الجانب، يعني ميزت ما بين إخوان وإخوان كما تفضلت أنت، أو تركت شعرة معاوية بين الطرفين باختصار لو سمحت؟ هو أنا أعتقد يفترض يعني إذا كانت هنا، أولا الإخوان ليس لديهم دولة يحكمونها، آخر شيء هو كان الرئيس محمد مرسي، ونعرف ماذا حدث في مصر. أعتقد الدول التي تساند الإخوان المسلمين، أعتقد يعني يفترض أن يهدوا اللعب، لأن هذه دول كبيرة، فيفترض أن يكون توافق، لأن هذا ليس لا يصب في مصلحة لا الإخوان ولا الشعب العربي أو الإسلامي أو حتى الدول العربية. سيد زوبع، بتقديركم ما أهداف الأمير محمد بن سلمان بإسقاط مرحلة الغلو والتطرف في المملكة العربية السعودية على جماعة الإخوان المسلمين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طبعا اسمح لي أولا أن أعقب تعقيب سريع على ما قاله الضيف الكريم، من أنه ما البيان مليء بالكذب وسيء ومثل هذه الأمور. أنا رجعت البيان وقرأته غير مرة. السيء يا سيدي هو أن تتهم جماعة مدت يد العون ووقفت مع المملكة حينما كان المد الشيوعي يحاصرها، وحينما استغيث بها لكي تخرج من ظلمات التشدد والتطرف المكتوب والمنصوص عليه في كتب ومناهج السعودية، وقدمت للسعودية وللعالم بأسره أساتذة وعلماء وفقهاء. وأعيد التذكير باستدعاء مولانا الإمام الشيخ القرضاوي للمملكة إبان عصر الملك عبد الله. طيب جيد سيد زوبع، ما أهداف شيطنة الجماعة الآن في هذا التوقيت؟ طيب تمام. الأهداف هو باختصار رمتني بدائها وانسلت. الإخوان في موقف ضعف هكذا يبدو لهم، وبالتالي لابد من تقديم القرابين. دعني أذكر للمشاهد يعني في عجالة ما ذكره الأستاذ الدكتور منير جمعة عن أحد الكتب عن التطرف والإرهاب الذي يتحدثون عنه، التي كانت تدرس في المملكة العربية السعودية، وهو الدكتور منير جمعة تحدث عن كتاب الإرشاد في تصحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان، فقال: ما أيسر أن تجد المعتزلة في هذا المنهج كفارة، والأشاعرة ضلالة، والماتريدية فجارة، والصوفية عبدة الأصنام، بل حتى الشافعية والمالكية والحنفية مخالفين للسنة خارجين عن المنهج الإسلامي، أما الليبرالية والعلمانية فجميعها بلا استثناء حطب جهنم وسكان سقر ووقود النار. هذا ما ذكره الأستاذ الدكتور منير جمعة الذي عامل في السعودية وهو واحد من الإخوان. أريد أن أقول باقتضاب ما يكرره محمد بن سلمان باختصار شديد هو تكرار لما كانت تقوم به الإمارات قبل 30 عاما، وما قاله الشيخ زايد نفسه في يوم من الأيام واتهم الإخوان، وهو تكرار لما قاله السيسي في بوكيل عهده. كلهم متفقون على أنه يجب ضرب الإخوان وحصار الإخوان واتهام الإخوان لخدمة المشروع الصهيوني. جيد. إذا عرفت ذلك، أو إذا عرفت أن إسرائيل التي دعمت السيسي ووقفت بجانبه في الانقلاب، وأن السعودية والإمارات مولا حسب ذا نيويوركر التي نشرت المقال الشهير أول أمس، إذا علمت أن 20 مليارا دفعت من الإمارات والسعودية لمساعدة السيسي وزير الدفاع آنذاك في عهد الرئيس مرسي لكي ينقلب على رئيسي، حينئذ ستعرف حضرتك والمشاهد وسيدنا الضيف من لندن من هو السيء ومن هو الحقير ومن هو المنقلب ومن هو الذي يجب أن يتهم بهذه الصفات. أتمنى عليك أن نرتقي بالألفاظ. شعارات. طيب
حمزة زوبعة، أتمنى نعم عليك أن نلتقي نعم بالألفاظ للمستوى السياسي. على كل حال وصلت الفكرة. طيب وصلت الفكرة. لا 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 حتى لا تمر لا لا طيب. تمرر علي شيئا. أنا لم أنا قلت أن الفعل حقير، هذه أفعال حقيرة أن طيب. تتهم أناس. خلاص وصلت الفكرة حمزة زوبعة. إرهابيون وأنت تعرف هذا غلط. طيب جيد دكتور صباح، الأمير محمد بن سلمان اتهم الجماعة بأنها إرهابية وبأنها الخطر الأكبر منذ 100 عام إلى اليوم. هل تعتقد أن هناك تضخيم لدور الجماعة بخطاب الأمير محمد بن سلمان؟ هو تعرف هذه وجهة نظره يعني، وهو يحاول أن يرسم ملامح جديدة إلى المملكة العربية السعودية ويرسم ملامح جديدة إلى ما سيحدث في المنطقة بسبب الحروب المشتعلة في مناطق عدة من الوطن العربي. وبالتالي يبدو لي أن الإخوان المسلمين، يعني أرجو أن يفهم الأخ حمزة، الإخوان المسلمين ليس منظمة خيرية أو ليس هي مدرسة دينية، هو حزب سياسي يسعى إلى السلطة، وهذا موجود في رسائل الحسن البنا ومسؤول في وموجودة في 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 الوصايا العشرة والعشرين وغير ذلك، وهو يفهم ما أقول يعني. ولكننا يعني هو هذه، وهل في هذا غضاضة دكتور أن تصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع؟ هو شوف، لا هو هنا يعني يؤاخذ على الإخوان المسلمين أن يستخدمون الديمقراطية يعني وسيلة للوصول إلى السلطة، وليس القيم يعني قيم الديمقراطية المساواة والمرأة والحق والعدالة، هكذا يقول يعني مناوئيها. لكن أنا لو تسألني إلي شخصيا، أنا حقيقة لا أرغب أن تحدث هذه الأمور بين الدول العربية وبين جماعة كبيرة جدا في الوطن العربي، ليس هينة ليس قليلة، لديها جماهيرها. أنا أتمنى أن تكون الجماعة الإخوان أن ينأوا بنفسهم في الوقت الحاضر عن السياسة، وأن لا يزيدوا الطين بل كما يقال في تصريحات منين. هذا التصريح الذي قيل هسه حاليا المكتب العام للجماعة تصريح يعني ليس يعني أنا لا ألومهم حقيقة، لكنه وصل يعني حد ضرب العظم. أتمنى من الدول التي يعني لها تأثير على الجماعة على جماعة الإخوان أن ينحوا منحا سلميا، وأن يهدئوا اللعب على الأقل من 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 من, من أجل يعني رأب الصدع. ونحن بانتظار قمة عربية قادمة في 15 من هذا الشهر في الرياض، وأنا أصلي وأتمنى من ربي أن 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 يتم تدارك الأمور. لأن لا تنسى أخي، ولا نضع نفسنا ونختن نفسنا ونقول ما نعرف كل شيء يا أخ جلال. طيب دكتور، أن الأزمة الخليجية أثرت تأثيرا كبيرا على ما يحدث حاليا. لم تجبني على السؤال بشكل مباشر. حمزة زوبع، ماذا يحمل هذا التضخيم لدور الإخوان المسلمين بتقديركم أنتم؟ أولا زي ما قلت وأؤكد مرة أخرى أن نحن في إطار تغيير جوهري في المنطقة، ليس جغرافيا وليس سياسة بل هوية. هل سيكون لنا هوية لنا علاقة بالدين أم ليس للمنطقة علاقة بالدين؟ وإذا كان لها علاقة بالدين فأي دين وأي منطق؟ السيد برضو مرة أخرى تحدث عن الديمقراطية وقيم الديمقراطية، قبلنا بالانتخابات، والمرأة عند الإخوان لها رسالة قدمها الأستاذ حسن البنا، وتحدثنا طويلا عن حقوق المرأة، ونحن قدمنا نموذجا للدخول في انتخابات مشتركة مع أحزاب الليبرالية وأشخاص يساريين ومن تيارات مختلفة، وفي إحدى المرات كان على رأس القائمة مسيحي مصري. وفي المرة الأخيرة قبل بعد الثورة مباشرة كان في القائمة أمين إسكندر وهو مصري مسيحي. نحن يا سيدي نعرف قيم الديمقراطية، ثم من الذي هضم حقوق المرأة وأكلها، الإخوان أم غيرهم؟ هل قال الإخوان يوما ما في فتاويهم أن قيادة المرأة حرام؟ هل قال الإخوان يوما ما أن المرأة لا تخرج ولا والله كل هذا معلوم. أنا سألتك ما الذي يحاك الآن للإخوان المسلمين من تضخيم دورهم بهذا الشكل؟ مزيد من الضغط، مزيد من الإرهاب، مزيد من التخويف، لكن ذلك كله سيمضي كما مضت أحداث انقسام. صرف على الانقلاب 20 مليار دولار مقدما، والآن يتم بقية الصرف، لكن الله غالب، وستبقى الشعوب وستبقى الحركة وسيبقى تبقى الإخوان، وكل شعب يرفض أن ينحني سيبقى شامخا وسنبقى شامخين. ماذا يراد بالإخوان أكثر مما أريد لهم؟ 60,000 معتقل، عشرات الآلاف من المنفيين، عشرات الآلاف من المطاردين
طيب. والشهداء ماذا يراد وماذا عساهم أن يفعلون؟ إن الأمر بسيط يا سيدي، لا تحمل هم الإخوان ولا همنا، فهمنا عند ربنا بسيط، وسوف تنتصر دعوتنا وثورتنا، وسوف يعرف كل ظالم أي طريق يسلك وأي نهاية ينتهي به الأمر. بتقديرك ما هي الخطوات المقبلة؟ لابد أن هناك خطوات بعد هذه التصريحات، ما السيناريو المتوقع بتقديرك فيما يتعلق بالأخوان المسلمين؟ لا شوف يعني أخ جلال، يعني تدري أنت ما يسمى بالربيع العربي، يعني قادته يعني منظمات وجهات يعني محسوبة على الإخوان المسلمين قبلنا أم أبينا، سواء كانت في مصر أو في تونس أو في ليبيا أو غير ذلك. هنالك صراع حاد للهيمنة على المنطقة بين تيارات مختلفة، لكن يعني الأخ حمزة يعني يحاول أن يضع بأنهم الإخوان هم الذين يمثلون الإسلام وهم الذين يمثلون الأمة العربية، وهذا حقيقة لا يجوز. إحنا كلتنا مسلمين، كلتنا عرب، كل واحد إلى رؤية، كل واحد إلى أفكار، وهذه يعني طبيعة الحياة، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، أن نختلف في الآراء لكننا لا نختلف بالعقائد. يعني أتمنى أن يهدأ اللعب، وأتمنى أن تعبر هذه العاصفة، وأتمنى أن لا يتم الرد على دول، هذه دولة يعني أرجوك أخ حمزة، هذه دولة لا تستطيع الرد وأنت عندك بالـ60 ألف كما تقول بالمعتقلات. طيب. وليس لك دولة تحميك، يعني هنالك دولتين فقط، دولة إقليمية قطر، دولة عربية هي قطر، ودولة إقليمية هي تركيا، لكن يبعدك عن أهلك العرب، وهذه مهمة جدا. وأتمنى من الأخوان وأجنحتهم وخصوصا في حماس، وقلتها في مناسبات العدة، أن تبتعد عن إيران، أن تبتعد عن النظام الصفوي، عند ذلك لكل حادث حديث، وتهدأ الأمور، وإن شاء الله طيب دكتور. يتم رأب الصدع مصلحة يعني في خدمة مصلحة الأمة العربية والإسلامية. سيد زبع، سؤالي الأخير لو سمحت باقتضاب، هل تتوقع أن تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بالتالي لهذه الضغوط الإماراتية السعودية وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب؟ لا أتوقع ذلك، وبالمناسبة هذا أمر منذ زمن بعيد حاولته إدارة إيران ووعدت به، وربما يسعى القوم في هذا الأمر لكن سيخيب مسعاهم. أقول نحن لا نمثل إلا أنفسنا ولا نمثل العالم العربي، نحن حركة قديمة ونحن دعوة عظيمة، لكننا عمرنا ما هاجمنا أي بلد في العالم العربي، نهاجم من هنا ومن هناك، نحاصر من هنا وهناك، يمول قتلنا. والأخ الفاضل يقول لستم دولة، إذا شتمتكم الدول وعيارتكم الدول واتهمتكم الدول فابلعوا ألسنتكم. هذا أمر مستبعد، وأعتقد أنه يتنافى مع المروءة والرجولة في زمن لا أستطيع أن أصفه، إنه زمن غير جيد. حمزة زوبع القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري، شكرا لك. ودكتور صباح الخزاعي الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لكما.